مباراة الاسي و وكالياري في الجولة السادسة من الدوري الايطالي لكي تشاهد معنا المباراة مالك فضل الضغط بزر لايك وشكرا لكم مسبقا ملعب الموصف المباراة ملعب أني بول دوميوس بكالياري توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والنصف بتوقيت قطر والسعودية والامارات اما القناة النقل المباراة انيت اد سبورت بمنت ديوان الناقل الحصري المباراه نتمنى لكم فرجه لا تنسوا دعمنا في الاشتراك بقناه وتفعيل خاص تزعل لكل لي كيتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبله ونراكم موعد في موعد قادم